أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح موطأ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه للشيخ محمد عبد الباقي الزرقاني رضي الله تعالى عنهما. وما زلنا في كتاب الطهارة، وقد وقفنا عند باب ترك الوضوء مما مسته النار. قال المهلب: كانوا في الجاهلية قد ألفوا قلة التنظيف، فأمروا بالوضوء مما مست النار. ولما تقررت النظافة في الإسلام وشاعت، نسخ الوضوء تيسيرا على المسلمين. وقال الإمام النووي: كان الخلاف فيه، يعني في الوضوء مما مست النار من الطعام يعني، معروفا بين الصحابة والتابعين، يعني الوضوء من الأشياء المطبوخة، اللحم. ثم استقر الإجماع على ألا وضوء مما مست النار إلا لحوم الإبل. فقال الإمام أحمد بالوضوء من لحوم الإبل لشدة زهومته، واختاره ابن خزيمة وغيره من محدثي الشافعية. يعني أهل الجاهلية في الأول كان، يعني العرب عموما وأهل الجاهلية كانوا، يعني كانوا لا يألفون النظافة، فكانوا يؤمرون بعد ذلك لما جاء الإسلام، كانوا يؤمرون بالوضوء مما مست النار، يعني اللحم المطبوخ. ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر، ويعني بمعنى أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ مما مست النار، ثم بعد ذلك كان لا يتوضأ مما مست النار. إلا الإمام أحمد رضي الله عنه، يعني لا زال يقول في مذهبه أن من أكل لحم الإبل فليتوضأ، فعده ناقضا، قال لشدة زهومته. واختار ذلك ابن خزيمة وغيرهم من الشافعية. ثم بعد ذلك يعني يسوق الإمام مالك الأحاديث التي تدل على الوضوء مما مست النار، والأحاديث الناسخة لهذا الحكم. فقال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
هذا الحديث رواه عطاء بن يسار رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة، وأكل لحم كتف يعني، وكان أحب اللحم إليه، لحم الكتف خاصة الأيمن. وفي رواية للبخاري معرق، أكل كتف شاة معرق، أي أكل ما على العرق، أي أكل ما على العظم. ويقال له أيضا العراق، يعني العظم الذي عليه بعض اللحم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المنافقين: والذي نفسي بيده لو أن أحدهم يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. ده حديث البخاري. لو أن أحدهم يجد عرقا سمينا، يعني عظمة وعليها بعض اللحم القليل، أو مرماتين حسنتين. المرماة اللي هي خشبة يعني توضع كالهدف وترمى بالسهام، يتعلمون فيها يعني المعاينة للتدريب على الجهاد يعني. ده على دليل على تفاهة المنافقين يعني. يعني لو في كوارع بتتوزع يعني عظم عليه لحم، وحتة خشبة بتتوزع بعد صلاة العشاء، كان يجي عشان ياخذ العظمة وياخذ الخشبة. ده بقى مش حديث يعني. لكن في زمانه الوقت لو شوية سكر ولا شوية دقيق ولا هتلاقي الدنيا صدر. أقل كمان. أقل من هذا. أيوه. عن المنافق هم الدنيا يعني، هم الدنيا. والذي نفسي بيده لو أن أحدهم يجد عرقا سمينا، يعني لحمة عظمة وعليها بعض اللحم، أو مرماتين حسنتين، حتة خشبة أو حتتين خشب، لشهد العشاء، علشان يأخذ هذا الشيء التافه. فأدي معنى يعني الحديث يعني، أنه صلى الله عليه وسلم أكل يعني كتف شاة أو لحم كتف أو معرق. وكان صلى الله عليه وسلم كما أفاده القاضي إسماعيل كان في بيت ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب. ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، وهي بنت عمه، بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزبير بن عبد المطلب أخو عبد الله. ويحتمل أنه كان في بيت ميمونة بنت الحارث اللي هي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ولم يتوضأ، يعني أكل عندها لحم كتف وقام وصلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. ولا مانع من التعدد، لا مانع من التعدد أن يكون أكل ذلك عند السيدة ضباعة وعند السيدة ميمونة بنت الحارث ثم صلى ولم يتوضأ، فهذا نص في ألا وضوء مما مست النار. قالوا أما خبر زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوضوء مما مست النار، وحديث أبي هريرة وعائشة رفعاه توضأوا مما مست النار، والأحاديث في الثلاثة في صحيح مسلم، وحديث جابر بن سمرة أيضا عند مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحم الغنم، الرجل يسأل، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، فقال أتوضأ من لحم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. لكن حمل هذا الحديث عند الجمهور غير الإمام أحمد، حمل ذلك على الوضوء
وغسل اليد الوضوء اللغوي وهو النظافة، حمل ذلك الوضوء على غسل اليد والمضمضة لزيادة زهومته ودسومته، لحوم الإبل بالذات. نعم. لا، مش ليس الوضوء الشرعي. الإمام أحمد فقط حمله في لحوم الإبل فقط، الوضوء الشرعي، لكن الجمهور على أنه إما منسوخ وإما على الوضوء اللغوي وهو النظافة لشدة الزهومة والدسم. نعم. وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يبيت وفي يده أو فمه دسم خوفا من عقرب ونحوها. والحديث طبعا يعني في حديث وارد: من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء من الهوام فلا يلومن إلا نفسه. يعني الذي ينام ويده غير مغسولة من اللحم من الدهن والدسم، طبعا الهوام تسرع إليه، لأن الهوام طبعا الثعابين خاصة والعقارب والأشياء دي تأتي على رائحة اللحوم. غسل اليدين. وأن حديث الوضوء مما مست النار والأحاديث عموما منسوخة بقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يعني هو توضأ مما مست النار ولم يتوضأ مما مست النار، يبقى آخر الأمرين اللي استقر عليه النبي أنه كان يأكل ما مست النار من اللحوم ولا يتوضأ صلى الله عليه وسلم. وقد أومأ الإمام مسلم إلى النسخ فروى أولا أحاديث زيد وأبي هريرة والسيدة عائشة، ثم عقبها بحديث ابن عباس هذا فرواه عن القعنبي والبخاري عن ابن يوسف كلاهما عن الإمام مالك به، أي بهذا السند اللي هو إيه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، كلام ابن عباس رضي الله عنه. قال عبيد الله بن يحيى: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء، وهي أدنى من خيبر، أي وهي من أدنى خيبر، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. هذا حديث آخر في الأكل مما مست النار ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. فحديث سويد بن النعمان رضي الله عنه، النعمان بن مالك الأنصاري صحابي، أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أخبر بشير بن يسار، أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، وخيبر هذه مدينة كبيرة ذات حصون، مسكن اليهود يعني، ذات حصون ومزارع ونخل كثيرة، هي على 8 برد من المدينة، يعني ما يقرب من 170 كيلو بين خيبر والمدينة، حوالي 8 برد، يعني كد مسافة القصر مرتين،
ومسافة القصر حوالي 85 كيلو أو 89 كيلو ونص، فهي ما يقرب من يعني 190 كيلو أو 188 كيلو. من ناحية الشام يعني هي شمال المدينة، شمال المدينة. حتى إذا كانوا بالصهباء يعني مكان يعني أسفل من خيبر، يعني بيقول إحنا أول خيبر. حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر يعني طرفها مما يلي المدينة من ناحية المدينة، قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان هي الصهباء، فصلى العصر ثم دعا بالأزواد. الأزواد يعني كل واحد معاه زاد في السفر، يعني جمعه ليأكلوا جماعة. فلم يؤت إلا بالسويق، لم يؤت إلا بالسويق. قال السويق هو دقيق الشعير أو السلت، السلت برضو شعير نبوي بس الحبتين في جرب واحد، هذه معنى السلت يعني. وهو دقيق الشعير أو السلت المقلو، يعني موضوع يعني مقلب في الإيه على النار، ويكون من القمح أيضا. السويق يكون من الشعير ويكون من القمح اللي هو إيه يعني بيقول يوضع على في الزيت ويقلب فيقال له إيه سويق. وقد وصفه أعرابي وقال عن السويق إنه عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض، يعني اللي هو اللي يعني ويقال له التلبينة، لأنه برضو دقيق الشعير لما يغلى ويحتسى يعني يعتبر من التلبينة التي تجم فؤاد المريض كما ورد في حديث التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن، هذا حديث صحيح في صحيح مسلم وفي البخاري. والسيدة عائشة قالت يعني كنا يعني إذا كانت هناك جنازة كنا لا ننزل البرمة وفيها دقيق الشعير، يعني نصب للحزانة أهل الحزن. ولذلك الآن يعني يستخلص من دقيق الشعير يعني المهدئات، يعني برشام يهدئ الأعصاب، مادة تذهب الحزن مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض إيه الحزن. قال فأمر به فثري، أي بل بالماء لما لحقه من اليبس. طبعا الدقيق اللي هو المقلي بالنار مع السفر بييبس، فأمر صلى الله عليه وسلم ببله بالماء. قال فأكل فلكنا وأكلنا وشربنا من الماء. ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، أي قبل الدخول في الصلاة. قال فائدة المضمضة مما لا دسم فيه، لأنه دقيق فقط، قال أنه يحتبس بقاياه بين الأسنان فتشغل المصلي. دي فائدة المضمضة، علشان الإنسان ما يلعبش بأسنان بلسانه ويبتلع ما بين الأسنان وهو يصلي. فالإنسان لما يكون واكل شيء يبقى قبل الدخول في الصلاة يتمضمض حتى يخرج ما بين الأسنان لكي لا ينشغل بها في إيه وهو يصلي. دي من السنة يعني كما فعلها صلى الله عليه وسلم. قال ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ، أي بسبب أكل السويق. قال الخطابي فيه أن الوضوء مما مست النار منسوخ،
لأنه متقدم. وخيبر كانت سنة 7. قال الحافظ: لا دلالة فيه لأن أبا هريرة حضر بعد فتحها، وروى الأمر بالوضوء كما في مسلم، وكان يفتي به بعد النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة كان يفتي بالوضوء مما مست النار. نعم، أيما هو في أحاديث بتدل على ذلك، فهو تقريبا يعني سيدنا أبو هريرة يعني لم ير النبي صلى الله عليه وسلم أكل شيئا مما مسته النار وصلى ولم يتوضأ، محمول على هذا، فهو محمول على ما رآه هو سيدنا أبو هريرة، فكان يفتي به، لكن إذا بلغه الخبر غير الفتوى، لا شك في هذا. واستدل به البخاري على جواز صلاتين بالوضوء، صلاتين فأكثر بوضوء واحد يعني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان متوضئا، فحضرت الصلاة قام إيه وصلى ولم يتوضأ، فيجوز أن الإنسان يتوضأ يعني يصلي بأكثر بالوضوء أكثر من إيه من صلاة وصلاتين وثلاث صلوات. وقد صلى صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد في الفتح، صلى 5 صلوات بوضوء واحد، هذا جائز ما لم يكن هناك حقن أو حبس، يعني إنسان ما يحقنش البول والغائط ويصلي، لا، أو الريح مثلا، لا، يعني إنسان دائما يكون مستريحا حتى يعني يغتسل، حتى يركع ويسجد وهو إيه مستريح البال، وإلا فممكن لو استعجل في الصلاة بطلت الصلاة. وعلى استحباب المضمضة بعد الطعام وقبل الدخول في الصلاة، وفيه جمع الرفقاء على الزاد في السفر، وإن كان بعضهم أكثر أكلا، وحمل الأزواد في السفر، يعني إنسان لا يسافر بغير زاد ويقول نحن المتوكلون على الله، لا، حمل الزاد لا ينافي التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معه الزاد في السفر، وكان يجمع الزاد كله ويأكلون إيه مع بعضهم. ولذلك في الحديث البخاري قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم جمعوا ما عندهم وجعلوه في ثوب واحد واقتسموه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم صلى الله عليه وسلم. ده دليل على يعني حسن التعاون سواء في الحضر أو في السفر. رضي الله عنه. وأنه لا يقدح في التوكل، يعني حمل الزاد في السفر لا يقدح في التوكل. ولذلك بعض أهل اليمن كانوا يسافرون بغير زاد ويقولون نحن المتوكلون على الله، فنزلت الآية: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأخذ منه المهلب أن الإمام يأخذ المحتكرين بإخراج الطعام عند قلته ليبيعوه من أهل الحاجة، يعني الحاكم من حقه أن يكره المحتكرين للطعام على إخراج الطعام وبيعه لأصحاب الحاجة، يعني أنه يعاقبهم إن لم يستجيب، الحاكم من حقه. والإمام الشافعي أجاز التسعير من أجل هذا، من أجل المحتكرين الذين
يعني يحتكرون الأطعمة والأشربة والأدوية وغير ذلك، وهو قد عمم الاحتكار، يعني لم يقصره على الطعام والشراب، وإنما قال كل ما يحتاجه المسلمون يدخله الاحتكار، زي الدواء أصبح من الضروريات، فالاحتكار فيه حرام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. الجالب مرزوق، حديث ثاني، الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الجالب يعني الذي يجلب السلع ليعمل رخاء في السوق مرزوق، والمحتكر الذي يجمع السلع حتى يعني يقل العرض فيغلو الايه؟ السعر. الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. وأن الإمام ينظر لأهل العسكر فيجمع الزاد ليصيب منه من لا زاد معه، رغب في ذلك صلى الله عليه وسلم، فقال من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. عند المعرفة أو عند الأمن، نعم، حين يأمن بعضنا بعضا نفعل ذلك، لكن لما توجد ريبة أو خيفة قضية من الحديث يصعب تنفيذه، اللي هو جمع الزاد؟ لا، اللي هو فليعد به على من لا ظهر له. نعم، أي نعم، طبعا. أي نعم، أي لا نعم، لا يعني واحد هيركب حشاش معه أو هيركب مثلا قطع طريق، لا، لا إذا كان فيه ريبة، لا إذا كان فيه ريبة طبعا يشك فيه فلا يعني يأخذه معه، لابد أن يكون عارفا به، آمنا جانبه، لابد أن يكون مأمون الجانب، لأن مجتمع الصحابة يختلف عن مجتمعنا. نعم. أحيانا الناس يكون الجار مثلا محتاج إلى النقل مثلا بالليل مثلا، وأنت عندك السيارة مثلا، فأنت تأخذ طبعا جارك لأنك تعرفه وتذهب به، لكن واحد على الطريق ومعه جفة مليانة حشيش تأخذه كيف معك؟ وتلبس غضية أو غيرها مليانة بنجو مليانة أي حاجة، مليانة سلاح. لا لابد من أمن الجانب، لابد طبعا طبعا إياك وما يعتذر منه، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال عبيد الله بن يحيى وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهذير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. اللي بالك الإمام مالك هيأتي بالأحاديث اللي هي فيها سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر رضي الله عنهم الخلفاء الأربعة، أنهم يعني أكلوا ما مسته النار ولم يتوضأ. فصفوان ابن سليم وعبد الله بن هذيل أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهذيل بالتصغير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب، أي طعاما مما مسته النار، ثم صلى سيدنا عمر ولم يتوضأ، ففيه دلالة على النسخ. وقد روى الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن
بإسناد حسن عن مسلم ابن عامر قال: رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مست النار ولم يتوضأوا. وجاء من طرق كثيرة عن جابر مرفوعا وموقوفا على الثلاثة مفرقا ومجموعا، يعني كل واحد على حدة، سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان، وأنهم يعني اجتمعوا كذلك وأكلوا ولم يتوضأوا. قال: وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبانا ابن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. فهو دليل أيضا على نسخ الوضوء مما مست النار. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، وأن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضآن مما مست النار. قال له: لأنه ليس من نواقض الوضوء. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال: رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. ده المسؤول هنا عبد الله بن عامر ابن ربيعة. قال: رأيت أبي، اللي هو عامر بن أبي ربيعة بن كعب ابن مالك، صحابي مشهور أسلم وهاجر وشهد بدرا ومات في فتنة سيدنا عثمان رضي الله عنه، يعني قال: رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ، يعني يأكل ما مسته النار ولا يتوضأ. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: رأيت أبا بكر بن الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. كل دي طبعا إيه؟ أحاديث تدل على فعل الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يعني يأكلون ما مسته النار من اللحم أو غيره ويغسلون أيديهم ويتمضمضون ولا يتوضؤون. فسيدنا جابر يقول: رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. فهؤلاء الخلفاء الأربعة، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، فعلوا ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على نسخ الوضوء مما مست النار. وقد قال مالك: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان وعمل أبو بكر وعمر بأحدهما دل على أن الحق ما عملا به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار ولم يتوضأ مما مست النار. فجاء سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر بعده فكانوا لا يتوضؤون مما مست النار، فدل على أن هذا هو الحق وأن الأول منسوخ، لأن طبعا رضي الله عنه لا، ده عمل الشيخين طبعا، وأبو بكر وعمر هما السمع والبصر كما كان يقول صلى الله عليه وسلم، فهما وزيرا رسول الله.
قال وكان مكحول، مكحول ده من التابعين، يتوضأ مما مست النار، لأنه قرأ الحديث الأول. فأخبره عطاء بن أبي رباح بحديث جابر هذا عن أبي بكر رضي الله عنه، فترك الوضوء وقال مكحول، لأن يقع أبو بكر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف استدلال مكحول، يعني مستحيل أبدا أن يخالف سيدنا أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي حال من الأحوال، ده هو يقع من السماء إلى الأرض ولا يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتى الإمام مالك بذلك، بهذه الأحاديث يعني وفعل الخلفاء الأربعة، لرد قول شيخه ابن شهاب إنه ناسخ لحديث الإباحة. يعني ابن شهاب الزهري كان يقول إن حديث الوضوء ناسخ لحديث، بالعكس يعني ناسخ لحديث الإباحة، ده ابن شهاب يعني كان يقول عكس الإمام مالك، فهو أتى بهذه الأحاديث ليرد على شيخه أن العكس هو الصحيح، لأن فعل الخلفاء الأربعة يخالف فتوى مين؟ ابن شهاب الزهري. ولذلك الإمام مالك دائما كان يدرس في الروضة الشريفة ويقول كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب الروضة الشريفة صلى الله عليه وسلم، فكان يرد حتى على شيوخه رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم عن عمرو بن أمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز كتف شاه، يعني يأخذ منها بالسكين، يأخذ اللحم من الكتف بالسكين يأكل منها، فدعي إلى الصلاة فألقاها، يعني ألقى الكتف والسكين وصلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم، يعني في الحال. زاد البيهقي قال الزهري فذهبت تلك القصة في الناس، ثم أخبر رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونساء من أزواج أنه قال توضأوا مما مست النار، يعني كأنهم نسوا القصة، نسوا القصة، قصة حز اللحم بالسكين والأكل، ثم جاءت حضرت الصلاة فألقى السكين وألقى الكتف وقام ولم يتوضأ. قال وكان الزهري يرى أن الأمر بذلك اللي هو توضأ مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة، لأن الإباحة سابقة. واعترض عليه بحديث جابر اللي هو كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني فعل هذا فعل هذا، لكن آخر الأمرين أنه كان لا يتوضأ مما مست النار. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، لكن قال أبو داود وغيره المراد بالأمر هنا الشأن والقصة لا مقابل النهي، يعني فذهبت هذه القصة في الناس، يعني فذهبت تلك القصة في الناس، وأن هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فأكل منها ثم توضأ وصلى الظهر، ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. فيحتمل أن هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار،
وأن وضوءه لصلاة الظهر كان لحدث لا للأكل من الشام، بدليل أنه صلى العصر من غير أن يتوضأ. وحكى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال: لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها، أحاديث الوضوء مما مست النار وعدم الوضوء مما مست النار، ولم يتبين الراجح منها، نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرجحنا به أحد الجانبين، لأن العلماء يقولوا إن النسخ لا يثبت إلا بدليل، فالدليل هنا إيه؟ فعل الخلفاء الراشدين. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، عضوا عليها بالنواجذ صلى الله عليه وسلم. قال: وبهذا يظهر حكمة ذكر الإمام مالك رضي الله عنه لفعل الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة كابن عباس رضي الله عنه بعد تصديره بحديثي ابن عباس وسويد في أننا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل مما مست النار ولم يتوضأ، يعني أتى بالحديث ثم أتى بفعل الخلفاء الأربعة وغيرهم. قال: وجمع الخطبي بين الحديثين، قال: إن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب، زي اللي قال إيه يعني يستحب الوضوء ولكن لا يجب، يستحب الوضوء ولكن لا يجب، وممكن يحمل على أن الأمر بالوضوء الوضوء اللغوي وهو النظافة، غسل اليدين فقط. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. فطبعا محمد بن المنكدر ده رويه عن جابر بن عبد الله الكلام هذا، لأنه طبعا محمد بن المنكدر من التابعين، فلا يعني لا يقول إن رسول الله فعل لأنه لم يرى، إنما هو يروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم دعي لطعام، أي دعته امرأة من الأنصار، فقرب إليه خبز ولحم من شاة ذبحتها له المرأة الأنصارية فأكل منه ثم توضأ، إما للأكل من الشاه وإما لأنه كان محدثا صلى الله عليه وسلم. قال: فلا دلالة فيه على وجوب الوضوء مما مست النار، بدليل قال: وصلى الظهر ثم أتي بفضلي، أي باقي ذلك الطعام، فأكل منه ثم العصر صلى العصر ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. بل فيحتمل أن صاحب الطعام سأله ذلك فأجابه لإدخال السرور عليه عشان يأكل من الطعام إيه؟ مرتين، ويكون وقت قيامه للصلاة لم ينوي الرجوع لحديث إذا حضر الطعام فابدأوا به قبل الصلاة، وحديث في البخاري برضو إذا يعني حضر الطعام وأقيمت الصلاة فابدأوا بالإيه؟ بالطعام. أي لئلا يعني يشتغل به عن الإقبال إليها، الإقبال إلى الصلاة يعني، وإن كان صلى الله عليه وسلم ليس كغيره لكنه مشرع صلى الله عليه وسلم، يعني يعلمنا أنه إذا بدأ إذا يعني حضر الطعام فيقدم الأكل، وكان ابن عمر يفعل ذلك،
كان يسمع الإقامة في المسجد النبوي وهو يتغدى أو يتعشى، فكان إيه يعني يأكل حتى يشبع ثم يقوم إلى الصلاة. نعم. أيوة، يعني الذي لا يقدر على الصبر على إنه يصلي ثم يأكل، يبقى الأفضل له أن يأكل ثم إيه يقوم للصلاة، أو يأكل يعني ما يعني يسد به الجوع، لأن أقل شيء يذهب يعني الجوع والعطش. يعني لو أكل مثلا تمرا مثلا سبعا أو تسعا وترا يعني وشرب ماء ذهبت عنه ثورة الجوع، ثم يقوم إلى الصلاة. نعم. يعني يبقى أفطر على السنة، وأحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرا كما قال عليه الصلاة والسلام. لأن الإمام أحمد يقول لك يعني ثورة الجوع تذهب يعني بلقيمات، تذهب بلقيمات، مجرد إنسان ما أكل وشرب أي شيء ذهبت عنه ثورة الجوع. قال وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أكل اللحم في يوم مرتين، لكن لا يلزم منه الشبع، يعني أكل لكن لم يشبع. ليه؟ لأن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول ما شبع صلى الله عليه وسلم من لحم في يوم مرتين صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله تعالى. السيدة عائشة تكلم عن زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق، فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب، فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس، أعراقية؟ أنت تعلمت المسألة دي يعني من العراق، أعراقية؟ فقال أنس ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. يعني ده ختم الإمام مالك هذا الحديث بالإيه هذا الباب، يعني بهذا الحديث أو بهذه القصة. يعني طبعا وهما من هما سيدنا أبو طلحة اللي هو يعتبر زوج أم سيدنا أنس، يعني ولكن هو مشهور بكنيته اسمه زيد بن سهل الأنصاري، كنيته أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. فقدم سيدنا أنس من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب أقرأ الصحابة للقرآن رضي الله عنه، فقرب إليه طعام أو قرب هو لهما طعام قد مسته النار فأكلوا منه، يعني أكل أنس وأكل أبو طلحة وأكل أبي رضي الله عنه فأكل منه، فقام أنس فتوضأ، فقال له أبو طلحة وأبي ما هذا الفعل، يعني لما تتوضأ من أكل إيه ما مسته النار، أعراقية؟ يعني أبي العراق استفدت هذا العلم أو هذه المسألة وتركت عمل أهل المدينة المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم ونشأت في المدينة وعمل أهل المدينة على غير ذلك، أنهم كانوا لا يتوضؤون مما مسته النار. فقال سيدنا أنس ليتني لم أفعل، ليتني
لم أفعل؟ قال لأنه يوهم الشبهة، يعني يوهم أنه أعرض عن عمل أهل المدينة وتأثر بأهل العراق، ولا يحب أن يتأثر إيه؟ أن يتأثر بهم، لأن أهل العراق طبعا يعني فيهم الذم. حتى سيدنا عبد الله بن عمر لما كان جالسا في الحرم وسأله رجل في صحيح مسلم الحديث، سأله رجل من أهل العراق عن حكم دم البعوض يصيب ثوب المحرم، يعني دم الناموسة يصيب ثوب المحرم، يعني يغسل ولا ما يغسل؟ فسأله من أي البلاد أنت؟ قال من العراق. قال انظروا إلى هذا المنافق، انظروا إلى هذا المنافق يسأل عن دم البعوض يصيب ثوب المحرم وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا عليه الصلاة والسلام، يعني أغلى حاجة عنده وقتلوه ويسألون عن دم الإيه؟ البعوض يصيب الثوب. فسيدنا أنس قال ليتني لم أفعل، لأنه اتهموني أن أنا تأثرت بإيه؟ بأهل العراق. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ مما مست الإيه؟ مما مست النار. فدل فعلهم وإنكارهما على سيدنا أنس رضي الله عنه، وهما من هما طبعا سيدنا أبو طلحة وسيدنا أبي بن كعب رضي الله عنهم، ورجوعه إليهما على أن إجماع أهل المدينة على أنه لا وضوء مما مست النار، وهو من الحجج القوية الدالة على نسخ الوضوء منه. إذن الإمام مالك يعني جمع الخلفاء الأربعة وفعل سيدنا عبد الله بن عباس وفعل أبي طلحة وفعل أبي بن كعب وإخبار سيدنا جابر بن عبد الله على أن آخر الأمرين من أمر رسول الله أن لا وضوء مما مست النار، فدل هذا على إيه؟ على النسخ. وهو يفيد أيضا رد ما ذهب إليه العلامة الخطابي من حمل أحاديث الأمر على الاستحباب، قال إذ لو كان مستحبا ما ساغ إنكارهما عليه، يعني لو كان الوضوء مستحبا لتركاه يتوضأ لأنه فعل أمرا مستحبا، لكن هو كان يعتقد الوجوب، لكن لما أنكر عليه قال ليتني لم أفعل. ليه؟ لأنه طبعا عمل أهل المدينة عند الإمام مالك رضي الله عنه أصل من أصول الإمام مالك رضي الله عنه، فكان يقول لا أترك رواية الألف عن الألف لرواية واحد عن واحد أو لرواية رجلين عن رجلين، يعني جعله شبيها بالإجماع. ليه؟ لأنه رواية جماعة عن جماعة، روى التابعون تابع التابعين عن التابعين عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني هذا الفعل أقوى عنده من أحاديث الآحاد التي تروى مثلا بواحد أو اثنين. ونقف عند باب جامع الوضوء، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.